هاي وحش الدايموند، وحش الدايموند تسمعني؟ ها يا ساتر، منو انت وش تريد؟ اني جارك صاحب جزيرة الديرت، اني الوحش الاسطوري، وحش الزومبي، وحش الديرت. ها طيب شنو تريد من عندي يا ساتر؟ لا يكون تريد تهجم علي وتسرقني. لا تخاف، طبعا اني شخص طيب واسطوري. اسمعني صديقي، اني راح اروح اغادر المدينة، عندي شغل خارج المدينة، اريدك تحرس الصندوق هذا حتى ما حد يسرقه، لان داخله شغلة خرافية. اوه من عيوني، والله العظيم راح احرس لك الجزيرة مالتك وما اخلي اي شخص يسرقها. اوه والله كفو، يلا انا اجيت لك. اوه يا ساتر، لا يكون تريد تقتلني. لا طبعا شباب بنات، انا هاي الجزيرة مالتي مثل ما تشوفون، هاي جزيرة الديرت مالتي، وهاي الجزيرة مال الدايمود مال صديقي وحش الدايمود، ما شاء الله كلش غني، واني اثق بيه، لان مثل ما تعرفون الصديق وقت الضيق. يلا خلي اروح له اقول له ينتبه للجزيرة مالتي ويحرسها، لان داخل الصندوق شغله يا ساتر خرافية. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اني صعدت وان شاء الله راح يساعدني. عمو تسمعني؟ ها شو تريد من عندي هاي المره؟ قول شو تريد. مثل ما قلت لك، اني راح اغادر المدينه وان شاء الله من ارجع اجيب لك احلى هديه تستاهلها. اوه خلاص تستاهل عمو الزومبي، اني راح احرس لك الصندوق وجاي اراقبه مثل ما تشوف، ما اخلي اي شخص يوصل له. اوه كفو عمو الدايموند، يلا مع السلامة، الله وياك. يلا شباب بنات، يلا ليتس جو. اوكي الحمد لله والشكر، اني عندي صديق مثل هذا الدايموند الخرافي، طبعا اني اثق به واحبه كلش. يلا خلي اروح اغادر المدينة واخذ السيارة مالتي، وان شاء الله اجيب له هدية يستاهلها اسطورية. بس اذا خانني وطلع خائن وكذاب وسرق الصندوق، يا ويله من عندي، والله العظيم انتقم منه اذا طلع مخادع وكذاب. يلا خلي اخذ السيارة مالتي. اوكي يا عيال، يلا ليتس جو، هلا والله خلي اروح للعمل احسن لي. مثل ما تشوفون حبايبي الاساطير، انا حاليا جاي احرس الجزيره مال صديقي الوحش. اي شوفوا والله العظيم ما اخلي اي شخص يدخل لها، لان اني وفي جدا يا شباب ويا بنات، لان تعرفون الاصدقاء لازم يساعدون بعضهم. اوكي بس لحظه، شنو تتوقعون موجود داخل هذا الصندوق؟ ايش رايكم نفتح الصندوق بدون ما يحس بينا عمو الزومبي؟ بس اذا افتح الصندوق راح اكون خائن للصداقة. ما يصير افتحه، بس والله اريد اعرف اشوف شنو داخله. اوف يا ربي، لازم افتحه شباب بنات. اوكي يلا خلي اطفر وان شاء الله. لحظة، يعني اذا اقفز وما اطيح هناك اموت. يا ربي خلي اروح انزل. يلا شباب بنات، اوكي خلي اروح. بس لحظة، يا ربي انا ايش جاي اسوي؟ يعني سبحان الله، هذا صديقي اعتمد علي ويثق بي، واني اريد اخونه؟ حرام علي والله العظيم. خلاص شباب بنات، ما راح اخونه، راح احرس ان شاء الله الجزيرة مالته. وين هي؟ هاي الجزيرة مالته راح احرسها. اخبطني بس اني جوعان. خلاص خلي اروح اشتري شوية طعام من المحلات القريبة وارجع يا شباب ويا بنات. ما ارقوه انا جبت هذا الدايموند، لازم نحلله. اوكي نجي اذا نرجعهن كلهن يا حبايبنا الاساطير، وناخذ لنا فقط 10 حبات، نروح نشتري لنا شويه لحم، نشتري لنا شغلات حلوه. 11 دايموند، اوكي لان اني جوعان. اوكي خليني اكسر هاي حتى اقدر انزل. يلا حبايبي الاساطير، وي اوكي خليني ننزل. خلي اخذ الدايموندات مالاتي ذني. اوكي يم. لا يا ربي مستحيل. يلا يا شباب ويا بنات، خلي اروح اشتري لي طعام. يلا انا جوعان كلش بعد، ما اتحمل. ما اتحمل الجوع هذا. يلا خلي انزل اني من هذا الدرج الخرافي. البلوكات مالاتي طحن. يمه اوكي خلي ناخذ البلوكات مالاتي الجميلات الدايمونديات. اوكي كم وحده؟ واحد اثنين لحظه ثلاثه بلوكات طاحن، مو والله ما اعرف ايش قد. يلا خلي هاي شنو؟ وات هاي رساله، والله ما اعرف شنو بيها، خلي نشوف. يلا شباب انا طبعا ما راح افتح الصندوق، لان بصراحة ما اريد اصير شخص فضولي وشخص سيء ويتدخل باشياء ما تخصه. يلا خليني نفتح يا شنو نفتح الصندوق، قصدي خليني نقرا نشوف شنو موجود. اوكي مكتوب اذا تريد تربح جائزة اسطورية لازم تفتح الصندوق. وات
يقول إذا تريد تربح جائزة أسطورية لازم تفتح الصندوق. أوف يا ربي والله أني متحمس. أوكي يلا 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 خلينا نفتح الصندوق. يلا بسم الله. أوكي واحد اثنين وي وات هاي شنو؟ بوك أند كويل كويل ما أدري شنو هاي. أوكي كويل ما أعرف شنو. أوه مكتوب هذا كتاب. أوكي بوك ووو هاي شنو؟ شباب بنات هذا الكتاب لا يكون بمكان سري يخليني أصير شخص غني. يلا يلا خلينا نقرأ المهمات اللي موجودة. مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. اي صحيح بسم الله الرحمن الرحيم. اي اي اكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا شنو اليوم عندنا مسابقة أسطورية الفائز بيها يربح شنو مليون حبة دايموند وأيضا سيارة أسطورية. يا ربي مليون حبة دايموند. اوه خلاص اني موافق وموافق راح اشارك بهذا التحدي. اوكي اوكي هذا منو؟ والله ما اعرف شرطي. اوكي خلي نكمل القراءة. هاي شنو؟ تريد تشارك بالمسابقة؟ روح للصفحة رقم 2. اوه هاي صفحة رقم 1 خلي نروح للصفحة رقم 2. يلا بسم الله خلي نروح للصفحة رقم 2. اوه صفحة رقم 2 بالكتاب مو بالعالم. اوكي يلا يلا شباب بنات ما اريد اطول عليكم. اوه شنو؟ لازم اوكي لازم تسوي هاي المهمات حتى تربح الجوائز الأسطورية كلها. أوكي يعني عندنا 5 مهمات مو شوفوا. أوكي 1 2 3 4 5. أوكي تقريبا عندنا 5 مهمات نسويهن نصير أغنياء. بس أني ما أقدر أخون صديقي صاحب جزيرة الديرت. أوكي شباب بنات ما راح يعرف إنه أني غادرت المكان أصلا. أوه هاي شنو؟ اوه واو اغراض حصلتهن. اوكي مو مشكله اصلا هو ما راح يعرف انه اني غادرت المكان. يلا مو مشكله خلي نقرا المهمه الاولى. المهمه الاولى اسرق جزيره وحش الديارت. اوه المهمه الاولى لازم اسرق اعز اصدقائي. يلا خلي اسرقي واللي هو اصلا انا ما احبه. اهم شيء اصير غني اهم شيء اصير غني. يا شباب يا بنات انتم تعرفون انه الاصدقاء يعني ماكو شيء اسمه الصديق وقت الضيق. اهم شيء الفلوس شباب بنات بصراحه انا احب الفلوس. اوكي صديقي اعذرني بس انا احب الفلوس. اوكي خلي نشوف شنو عنده. يلا بسم الله. هاي شنو؟ اوه هاي شنو شباب بنات؟ شنو هاي؟ لحظة 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 يا ربي. اوه سمعت الصوت. لحظة يا شباب. اوكي اوكي لا اموت لا اموت. لحظة خلينا نشوف شنو راح يصير. واو اوكي سرقنا الصندوق الاول قصدي الشغلة الاولى لازم نخليها بالصندوق مليون بالمية. اوكي هاي الشغلة الأولى. اوكي خلينا نشوف شنو المهمة الثانية. المهمة الثانية اسرق محل الأسلحة. هلا والله كله سرقة أني راح أكون شخص سيء وشرير. محل الأسلحة يا حبايبي الأساطير يصير من هذا الاتجاه. خلينا نروح نسرقه. أوه أنا ما صعدت لا من هذا الاتجاه شباب بنات. اوكي خلينا نسرق محل الأسلحة بس لا تقولون إنه أني سرقت لأن ما أريدهم يعرفون إنه أني سارق. اوكي يلا يلا خلي ندخل من هنا. اوه هاي شنو بيتزا؟ اني اموت على البيتزا احبها. اوكي يلا يلا وصلنا لمحل الاسلحة مثل ما تشوفون هذا اكبر سيف بالعالم. اوكي خلي نشوف شنو موجود هنا. اوه ماكو شيء. مكتبة هاي مكتبة مكتبة لايبراري. اوكي بيتزا يم 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 يلا خلي ندخل. اوه ماي جاد بس شنو اللي اسرقه؟ نفتح هاي الاشياء نبحث عن شيء نسرقه يا شباب ويا بنات. اوكي لازم نبحث لنا عن شيء نسرقه. اوكي اوكي يلا يلا بينا يلا. او ماي جاد مستحيل تكون البلاي ستيشن او الاكس بوكس. شنو بهذا الصندوق فارغ هذا الصندوق. اوه مستحيل اسرق بكاكس يعني ما معقول لازم في شيء مميز. اوكي هاي الغرفة فارغة فارغة بها بالسرير. هاي شنو؟ اوه هذا شخص يا رب ما سمعني. اوكي 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 اوه صندوق صندوق. اوكي خلينا ندخل هنا شنو موجود. اوكي والله ما اعرف. ندخل نشوف شنو. هاي شنو؟ والله ما اعرف يا ربي وين راحت؟
اوكي اوكي والله ما اعرف شنو هاي اصلا. اوكي خلي اوديها، اني سرقتها. هذا منو اللي سرقني؟ اوه هروب هروب يا شباب يا بنات. اوكي اوكي باسرع وقت خلي اهرب اني. الحمد لله والشكر كملت اول مهمه بشكل صحيح وناجح. شنو اول مهمه؟ الثانيه مهمه هاي. اي المهمه الاولى كملت والمهمه الثانيه ايضا كملت. اوكي يلا حبايبي الاساطير كملنا حاليا مهمتين. نخليها هنا. بس انتم شو تتوقعون راح يصير؟ اني والله العظيم ما اعرف. اوكي يلا يلا مو مشكله، نكمل المهمه الثالثه. اصنع شنو؟ اصنع رجل ثلجي. ها اصنع رجل ثلجي، واني من وين اجيب الثلج؟ والله ما ادري، خلينا نبحث داخل هاي البيوت يا شباب يا بنات يمكن نحصل لنا شيء. لا هذا السجن القديم فارغ مبين، خلينا نبحث يا رب نحصل رجل ثلجي. اوه خلينا نبحث ببيت التي ان تي يمكن موجود. لا ماكو يا ربي، هسه اني من وين اصنع الرجل الثلجي؟ اوكي اوكي خلينا ندخل هنا حبايبنا. او صندوق بالزجاج اكو يا ربي. او البيت الازرق، والله متاكد بيه ثلج، والله متاكد بيه ثلج. اوكي اوه ماي جاد رجل ثلجي اكيد هنا لان هذا الثلج هنا. اوكي اوه والله مثل ما توقعت، راح نصنع الرجل الثلجي ان شاء الله يا شباب ويا بنات. واحده اثنين ثلاثه، هلا والله بالرجل الثلج. اوكي هي يا عمو شلونك؟ هاي شو تريد من عندي؟ اني بصراحه احبك كلش واريدك تجي معاي. هو ما اجي، اني ما اغادر المكان، بس اغادر المكان تقتلني الشمس. ها ما اروح. اي تعال تعال عمو تعال. ما اروح اموت. اوكي خلي اقتل شباب بنات، لازم نكمل المهمه باسرع وقت ممكن. اوكي الحمد لله والشكر، اني من وين جيت؟ اجيت من ذاك الاتجاه. اوكي كملنا المهمه الثالثه يا شباب ويا بنات. اوكي لا هاي شنو؟ وات يبين حصان هذا يمكن، والله ما اعرف. اوكي مو موضوعنا هذا، يعني احنا عندنا خمس مهمات كملنا تقريبا كل المهمات ما بقى شيء، وراح نحصل مليون حبه دايموند. والله اني متحمس يا عيال، متحمس كلش كلش كلش. او الرجل الثلجي اكيد لازم نخليه هنا، هذا الرجل الثلجي. واحد اثنين اوكي نصنع اثنين رجال ثلج. واحد اثنين اوكي، انتم لا تغادرون هذا المكان، ابقوا هنا. هاي طلعني. لا ما اطلعك. اوكي رجال الثلج جبناهم، هذا الايس. اوه سنو بول. اوكي صير اضربهم. اوه ماي جاد يا شباب ويا بنات، شوفوا الحركه، شوفوا 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 شوفوا، والله العظيم كلكم راح تنصدمون. اوكي اوه ما يدمجني. اوه اوكي مو مشكله. هسه احنا خلصنا كم مهمه، خلينا نشوف المهمات اللي كملناهن. اصنع رجل ثلج، بقت المهمه الرابعه والخامسه ما اعرفها. اوكي يقول اسرق الجزيره الحمراء. جزيرة الوحش الشرير الأحمر. معقول أني أضحي بحياتي وأخاطر وأروح أسرق؟ أوكي مو مشكلة، الفلوس أهم. أوكي يا شباب ويا بنات يلا يلا حبايب الأساطير. طبعا أني بصراحة زعلان شوية شوية، لأن خنت صديقي هذا صاحب جزيرة الديرت، والله راح يزعل من عندي وبعد ما يتكلم معاي. أصلا عادي، وإذا راح وش يصير؟ أصلا حيل التغيير. اوكي يلا خلينا نروح نسرق. اوكي يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي اي يلا يلا خلينا نروح نسرق، والله العظيم اني راح اكون اسوأ شخص بالمدينه. اوه والله عبالي شخص. اوكي أي هذا مطعم ماكدونالدز. ماكدونالدز اوكي اذا تردون نشتري من عنده همبرجر. اوكي تقريبا معزل اعتقد، ما حد بالمحل. لا والله اكو شخص هنا، خليني ندخل. اوكي السلام عليكم. اوه حبة دايموند تتكلم. اي اي انت موجود بقناة اوغا، كل شيء موجود غريب هنا. اوكي شو تريد من عندي عمو الدايموند؟ اجيت اشتري من عندك لحم، عندك؟ اي عندي، شوف هاي اللحمة الاسطورية اللي موجودة هنا، هاي سعرها واحد دايموند، اغلى لحمة بالعالم من بقرة الواغيو. اوه بقرة الواغيو ما شاء الله، خلاص انا راح اعطيك بلوك الدايموند هدية لك. شوف 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 راح اعطيك جيفت. اوكي اوه خلاص اخذ الدايموند واللحمه ياكلها. اوكي اوكي يلا يلا خلينا ناخذ هاي اللحمه. اوكي عمو ايضا راح اخذ جولدن ابل معاي، اخذ بالعافيه.
اوكي يلا حبايب الاساطير، مع السلامه. مع السلامه، الله وياك يا عمو الغني. اوكي اوكي عمو الغني، حلو هذا الاسم عجبني. اوكي خلينا ناكل جولدن جولدن ابل، وناكل بعده اللحمايه هاي اللذيذه. يم 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 يم. اوكي هسه اوه شنو هاي؟ اوكي مو مشكله، خلينا نكسر ذني الشباك ونصعد ان شاء الله. اوكي بس شنو اللي راح اسرقه من الجزيره؟ اوه هاي الجزيره الخضراء، وين الحمراء؟ الحمراء وين؟ اوكي اوه هذيك الحمراء الثانيه. احنا اللي راح نسوي راح نسرق الجزيره الحمراء ان شاء الله، لان هاي المهمه. الحمد لله والشكر على الجولدن ابل، كان متت لو ما الجولدن ابل. اوه ماي جاد يا شباب ويا بنات. اوكي طبعا بقت عندنا بس المهمه الخامسه اللي هي ما اعرف شنو، نروح نتاكد بنفسنا يا شباب ويا بنات ونشوف شنو المهمه الاخيره او المهمه الخامسه. يلا يلا مو مشكله، وصلنا وصلنا حبايبنا الاساطير، وصلنا. ليتس جو. واو شنو موجود داخل هذا البيت الازرق او الجزيره قصدي الاحمر؟ اوكي نبحث ونستكشف ونشوف شنو راح نسرق اليوم. اوكي اوكي خلينا نشوف شنو راح نسرق. بعروره هلا والله. عيب 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 شباب بنات، شنو هاي؟ اوكي شنو هاي؟ عيب عيب. اوكي تمام نبحث. وات هاي شنو؟ اوه ماي جاد، واو نجحنا بالمهمة. يلا يلا خلي اغادر قبل لا يجي لي هذا البطل الخارق، ما ادري شنو اسمه. يلا ليتس جو. اوكي خلي اطيح على الشباك. اوه لا مي مي انا خاف اموت. اوكي يلا كملنا المهمة هاي وراح نصير اغنى الاغنياء ان شاء الله. اوه ماي جاد، يلا حبايب من الاساطير متخيلين اني كملت كل المهمات. اوكي يلا حبايبنا الاساطير، والله العظيم كلكم راح تنصدمون لان اني راح اصير غني، والله ما مصدق راح اصير غني، راح اصير غني. اوكي يلا حبايبنا الاساطير مو مشكله مو مشكله، الحمد لله والشكر اني وصلت وصلت يا شباب ويا بنات، وجبت هاي الاغراض. اوكي يعني كملت المهمات كلهن مو لا بقت مهمه اخيره، المهمه خلينا ندخل هنا عن المطر. اوكي خلينا يا ربي شنو هاي؟ اوكي اوكي خليني ندخل هنا. شنو ايش صار؟ شنو ايش صار يا شباب؟ اوكي والله العظيم مش عارف انا. ساينك شنو؟ اوكي ما اعرف شنو اللي صار. اوكي نروح هنا المهمه الخامسه انا راح اختارها. اوكي لايك واشتراك و 50,000 لايك. اوكي لايك هلا والله. شوفوا شباب بنات المهمة الخامسة، اريكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات، واتحداكم توصلون المقطع هذا الى 50,000 لايك. والله العظيم اذا وصلنا 50,000 لايك راح تشوفون شغلات بعمركم ما شايفينها. اوكي شباب بنات لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. يلا يلا خلينا نشوف شنو الجائزه مالتي. الجائزه 1,000,000 حبه دايموند. يا ربي اوكي اوكي خلينا ناخذ الدايموند. يا ربي والله اني ما مصدق. هي حرام عليك تخون صديقك. انت ما لك علاقه، اسكت انت اخر واحد يتكلم. يلا يلا خلي اهرب يا شباب يا بنات. اوكي اوكي خلي اهرب ومن المدينه بعد ما ارجع لين انا صرت غني. اوه هلا والله يا شباب ويا بنات صرت غني صرت غني. يلا خلي اهرب وبعد ما ارجع للمدينه ان شاء الله. ايوه اخيرا رجعت للمدينه، والله العظيم اني مشتاق لصديقي كلش. اوكي ومثل ما تتوقعون او مثل ما تشوفون جبت له احسن هديه بالعالم يا شباب ويا بنات، والله العظيم كلكم راح تنصدمون من الهديه اللي جبتها له. جبت له يا شباب ويا بنات ايفون. مثل ما تشوفون هذا الايفون اللي جبته لصديقي، ايش عبالكم اني انسى صديقي لان حمالي الجزيره مالتي؟ مثل ما تعرفون الصديق وقت الضيق هي ارقص يا بطريق. اوكي شباب بنات يلا خلي اروح اعطيه الهديه مالتي لان حرس لي الجزيره مالتي. ها اوكي صديقي صديقي وحش الدايموند جبت لك هديه. وين صديقي؟ صديقي وحش الدايموند تعال جبت لك الهديه مالتك. وات وين هذا صديقي يا شباب ويا بنات؟ والله ما اعرف اني.
اوكي خلي اصعد له يا شباب ويا بنات ونشوف وينه. اوكي لان الهديه مالته كلش كلش مهمه بالنسبه الي. اوكي ما عليكم، انطفت الكهرباء. اوكي يلا يلا صعدت اني الحمد لله والشكر يا شباب ويا بنات. صديقي وات وين راح؟ لا يكون سرقني. لا يا ربي لا يا ربي. اوه لا والله سرقني شباب بنات. اوه يا ربي صديقي سرقني وطلع كذاب وخلني وما قال لي بلا اسباب وساني جوعان ما عندي نايم. صديقي سرقني يا شباب ويا بنات. اوه يا ربي صديقي الخائن حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا صديقي. حسبي الله عليك. اوه شباب بنات كافي موسيقى حزينة. اوكي حسبي الله ونعم الوكيل عليك. شباب بنات اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات وين راح هذا صديقي الخائن. اللي يعرف وين راح والله العظيم راح امسك صديقي الخائن هذا الدايموند وانتقم منه. اي ولا تنسون اذا وصل المقطع 15000 لايك راح انتقم من عنده. يلا وبس مع السلامة باي باي. لا تنسون هسه تتابعون حساب اوقع على الانستغرام، رابط حسابه بالوصف. وبس مع السلامة. اوكي صديقي صديقي